ب20% من الصادرات السلعية في مصر. وأهم المحاصيل الزراعية في مصر اللي بنصدرها البرتقال والبطاطس والقطن والرز بالترتيب كده: البرتقال، البطاطس، القطن، الرز. طيب أهداف التنمية الزراعية إيه؟ أهداف التنمية الزراعية أول حاجة زيادة مساحة الأراضي الزراعية، تاني حاجة زيادة محصول الفدان، تالت حاجة تحسين مستوى معيشة الفلاح. ومعظم الصادرات الزراعية بنصدرها للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بيستقبل 42% من جملة صادرات مصر الزراعية. طب ايه هو الاتحاد الأوروبي؟ الاتحاد الأوروبي هو اتحاد اقتصادي وسياسي للدول الأوروبية وبيضم 28 دولة. طيب التنمية الزراعية هي زيادة الانتاج الزراعي عن طريق التوسع الأفقي والرأسي. طب ايه هو التوسع الأفقي؟ زيادة مساحة الأراضي المزروعة عن طريق استصلاح مزيد من الأراضي. طب ايه هو التوسع الرأسي؟ التوسع الرأسي هو زيادة إنتاجية الفدان باستخدام الوسائل العلمية الحديثة في الزراعة. يعني التوسع الرأسي إن إحنا عايزين نزيد إنتاج الفدان، والتوسع الأفقي عايزين نزيد مساحة الأرض الزراعية. طيب النماذج من التنمية الزراعية في مصر زي إيه؟ مشروع توشكا. مشروع توشكا ده قناة طولها 51 كيلومتر، بيتم تزويدها بالمياه من بحيرة ناصر لري مساحة واسعة جنوب منخفض الخرجة بالوادي الجديد لزراعتها على مراحل، ويتم زراعة تلك الأراضي بالنباتات الطبية والزينية. مشروع ترعة السلام بتخرج من فرع دمياط إلى سيناء بهدف ايه؟ بهدف توصيل مياه النيل الى شمال سيناء، وذلك لاستصلاح الاراضي الصحراوية بها وزراعتها. وعندك كمان شرق العوينات بيهدف الى استصلاح حوالي 255 الف فدان اعتماد على المياه الجوفية، وده بتتم زراعة القمح والشعير والفاكهة والنباتات الطبية في اراضي المشروع. ورابع حاجة مشروع الفرفرة، وده بيهدف إلى استصلاح 1.5 مليون فدان في واحة الفرفرة بالصحراء الغربية. من هنا عرفنا ليه الدولة حفرت ترعة السلام، طبعا بهدف توصيل مياه النيل إلى شمال سيناء، وذلك لاستصلاح الأراضي الصحراوية بيها وزراعتها. تاني حاجة الإنتاج السمكي في مصر. إيه أهمية الإنتاج السمكي في مصر؟ أول حاجة بيمد الأسماك عامة بتمد هي مصدر أساسي للغذاء بالبروتين، يبقى هي مصدر أساسي للغذاء بالبروتين. بتقوم عليه صناعة عديدة زي صناعة حفظ وتعليب الأسماك. إنتاج مصر من الثروة السمكية 1.5 مليون طن، وبننتج الأسماك من مصايد الأسماك. أول حاجة الاستزراع السمكي، وده بيعتمد على 75% من مزارع سمكية في حقول الرز. طيب وفي مصايد المياه المالحة، وده بيبلغ 20% وبننتجه من البحار والبحيرات ومصايد المياه العذبة، بس دي 5%، نهر النيل والترع وبحيرة ناصر.